ننتقل على المطبخ، رح نعمل جولة سريعة بصالة العرض بالسينما لنشوف آخر الأفلام. I wanted to come down on a golden phoenix and I sure as shit did it. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الكوميدي The Boss. سيدة أعمال عندها نفوذ كبير بتحاول ترجع تبني حياتها من جديد من بعد سجنة، ولكن من الصعب إنه الأشخاص اللي غلطت بحقهم ينسوا ويسامحوا، مع ميليسا ماكارثي وكريستن بيل. وثريلر كولونيا المرتكز على أحداث حقيقية عن ثنائي بيعلقوا خلال الانقلاب العسكري بتشيلي سنة 73، لغاية ما يتم اختطاف الشاب وبتبدأ صعوبة البحث عنه، مع دانيال برول وأما واتسون. والفيلم الدرامي ديموليشن عن مستثمر مصرفي عم بيناضل لتخطي خسارته لزوجته بحادث سيارة، وبصير يراسل شركة مبيعات لغاية ما يصير عنده تواصل مع أحد ممثلينا، مع جيك جيلنهال ونومي واتس. بنكفي معكم ورشة ملح. تحية طيبة لكل المشاهدين اللي وين ما كانوا عم بيتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون المستقبل. أنا مثل ما وعدتكم ببداية الحلقة لنحضر المنقل مع الفحمات، إذا تأسنا كان كتير منيح بدنا نعمل اليوم تشيكن بريست على الطريقة اللبنانية. دجاج مشوي، دجاج مشوي مش فروج كامل، سفاين مسحبة. هلا أول شيء بدنا نجيب وعاء، بدنا نحط بضمن هيدا الوعاء نحن جايبين سفينة مسحبة بدون جلدة وبدون عظم، رح نقطعها. بعد ما نقطعها رح نحط لها الخردل، رح نحط لها عصير الحامض، رح نحط لها الملح، البهار الأبيض، أوريغانو وزعتر أخضر وتوم. أول شيء صدر الدجاج منشيل الفتيلة، كمان منقصها اثنين مثل ما عم نشوف بهالشكل. اوكي، كمان حبة تانية منشيل الفيليه، كمان منقصها اثنين، كمان منحطها هون، والتالتة نفس الشيء رح نعملها، منشيل الفتيله ومنقطعها. لكن صدر دجاج مسحب بدون جلدة وبدون عظم قطعته حطيته بوعاء. هلا رح نحط انا وياكم الخردل، رح نحط زيت زيتون، كمان رح نحط عصير حامض، وراح نحط ملح. لكن حطيت زيت زيتون، حطيت عصير حامض، حطيت خردل، وهلا عم نحط نحن الملح، وراح احط كمان رشة بهار ابيض. هلا بضل في عنا الثوم، بدنا نحط الثوم. اوكي، زيت زيتون مع عصير الحامض مع الخردل مع الملح مع البهار الابيض بيعطوا نكهه كثير طيبه. مع بعد نحط الاوريغانو ونحط زعتر الاخضر ونحط كينا ثوم. نجيب كاتينج بورد ثانيه بنقطع عليها الثوم، ومنجيب سكين تاني. ثوم بنقطعه ناعم، وفينا نطحنه مش غلط. وهلا نحن يعني هون باستوديو ما رح يكون في عندنا منقل، بس رح نحطه ضمن قلاية أو رح نحطه بالفرن على درجة حرارة 180 درجة اللي هي حرارة متوسطة. اوكي، قطعت الثوم بهالشكل هيدا، وهلا
بدنا نحط رشة أوريغانو، وكمان بضل في عنا زعتر الأخضر. حكينا نحن فينا نحط كمان إكليل الجبل، بيطلع كتير طيب مع هيدا الدجاج، لكن زعتر الأخضر مع الثوم مع الأوريغانو مع عصير الحامض. أنا رح أقدم معه كمان، رح أقدم مع هيدا الطبق الكوسة المسلوقة والجزر المسلوق، رح أعملهم بالأول سوتي وارجع اسكبهم بطريقة كتير حلوة. هلا هون تبلنا الدجاج، بدنا نحط الكوسة والجزر على النار. أنا حاطط هون حاطط 2 كاسرولة، وحدة حاطط فيها ملح وكربونات، والثانية حاطط فيها سكر. ليه حاطط فيها ملح وكربونات؟ لحتى الكوسة تضل محافظة على لونها. اوكي. هاي الكوسة هون حاطط مع الكوسة ملح وكربونات لتضل الكوسة محافظة على لون الخضار، وحاطط سكر كمان لحتى الجزر يضل محافظ على لونه الحلو. وهلا بضل فيه بدنا نعمل الصلصة. الصلصة رح نعملها أنا وياكم، بس مش هلا، بس نشوي الدجاج. رح نعمل الصلصة كمان من خردل عصير حامض، رح حطهم على النار يغلوا كلهم سوا مع البهار الأبيض مع الأوريغانو، وبنحطهم على الوجه. ورح أقدم مع هذا الطبق كمان بطاطا مشوية. فينا نحن نقدم معه البطاطا اللي بدنا إياها، بس إذا بدي أقدمها بطاطا مشوية أنا سلقتها على النار نص سلقة لحتى نحط، بس بدنا نحطها لحتى نشويها تكون مستوية من جوا ومن برا وتعطينا النكهة الطيبة اللي لازم ناخدها. هلأ الدجاج فينا نحطه بالبراد، تبلناه وحطيناه بالبراد. الطبقة الثانية اللي رح أقدمه كمان لليوم اللي هي فتايل لحمة بالفطر والبصل. فتايل اللحمة فيني أقدم معها فليفلة مش غلط، فيني أقدم معها فطر مش غلط، فيني أقدم معها بيبي كورن مش غلط، بالميتو مش غلط، ولكن أنا اليوم اخترت الفليه، اخترتها فيليه، هي أطرى شيء باللحوم القصابة، لحتى نقطعها ترونشات نقليها مع البصل مع الفطر مع دبس الرمان. فينا نحط لها نحن رمان معها مش غلط، فينا ما نحط لها دبس الرمان، نحط لها صلصة الصويا تطلع كتير طيبة كمان ما في أي مشكلة، بس أنا اليوم حبيت أقدم لكم إياها مع دبس الرمان، فتايل مع دبس الرمان والبصل والفطر. هلا نحن رح نخلصها بنهاية الحلقة، رح نطبقها نحن وياكم، بس خلينا نرجع هلا لعند رولا وبنرجع لعند آخر شيء لحتى نكفي الفتايل والتشيكن بريست. يعطيك العافية شيف، أكيد رح نرجع لعندك بعد شوي وهالأطباق الكتير شهية، ورح نتوقف مع بريك، ومن بعدها كمان رح نكون مع جون وجيل توب، رح نتعرف على موهبة شابة كتير لذيذة. ما تروحوا لبعيد.